السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد المدهون من قناة ليرن انجلش ود احمد. اليوم درس جديد بعنوان او محادثة جديدة قصيرة بعنوان My tooth is hurting سني ولمني. تمام، ندخل في المحادثة. المحادثة بتدور بين شخصين، ما بين بوي ولد، وايضا الولد وبين ماذر الام. تمام، اول طرف المحادثة هو الولد، the boy، الفتاة. mom my tooth is hurting، mom my tooth is hurting، امي سني يؤلمني، my tooth سني is hurting يؤلمني، hurting يعني يؤذي، يؤلم، اذى، وعدة معاني اخرى متشابهة من بعضها. Every time I drink I feel sharp pain. Every time كل وقت I drink I feel sharp pain. انا اشرب اشعر، عندما اشرب اشعر بألم حاد. sharp هنا تعني حاد، لا معنيين sharp في تمام الساعة، مثلا sharp 10 o'clock في تمام الساعة العاشرة ممكن هذا في بالنسبة للساعة، وفي معاني ثاني بمعنى حاد، ألم حاد، هبوط حاد، ومعاني أخرى متشابهة من خاصة المصطلحات المرضية يستخدم كثير معها شارب لأنها معناها مشابه لهذه المعاني. شارب تعني حاد. إذن every time I drink I feel sharp pain، في كل مرة أشرب أشعر فيها بألم حاد، طبعا في الأسنان. هنا you've got أو you have، أنا سويت لكم هنا you have وهنا you've وهنا اختصار بالفاصل العليا، وهنا كتبت لكم have من قوسين، يعني ال V وال E هي عبارة عن have هي have بس اختصرناها وسوينا بفاصلة كما بتحدث في اللغة الإنجليزية. إذا you have got هي you've got، نفس الشيء. you've got to see a dentist، you've got to see a dentist. I think he will do something about it. Do something about it. هذه مين؟ mother، الأم. Okay. كده صحيح. mother. You've got to see a dentist. I think he will do something about it. يجب عليك أن ترى، أو عفوا هنا غلطة فظيعة. To see ما يعني ترى، to see a dentist لزيارة طبيب، هذه معناها ترجمة حرفية يرى، لكن في هذه السياق أو في هذه الجملة تعني يجب عليك زيارة طبيب. You have got to see a dentist، يجب عليك زيارة الطبيب. I think he will do، طبعا do هنا اختفت كتبنا mother، ما مشكلة كذا نزلت تحت. You've got to see a dentist، I think he will do something about it، أظن أنه سوف يفعل شيئا ما حيال ذلك، أو سيعالجها بأمر ما بمعنى مقصود. هنا boy الفتى الطفل يقول لأمه boy، عفوا no لا I don't like dentists، أنا لا أحب أطباء الأسنان. dentists أطباء الأسنان جمع. they give you a lot of pain، they give you a lot يعطونك كثيرا أو يتسببون لك a lot of pain كثير من الألم، يعني علاجهم مؤلم، علاجهم يعني فترة، يعني انت لما تاخذ علاج ابرة حقنة بنج كل هذا بيتسبب الالم، طبعا كلنا عارفين الم الاسنان. هنا mother you shouldn't، او فصلت لكم اياها should زائد not هي نفسها shouldn't باختصار. you shouldn't or you should not be scared، يجب عليك ان لا تكون خائف. shouldn't يجب الواجب والنصيحة، وايضا هي فعل مدرج من افعال المساعدة. be scared you shouldn't be scared، يجب عليك ان لا تخاف، ان لا تخاف. be scared يخاف مصطلح. he will او he'll
give you something to get rid of the pain. He'll give you سوف يعطيك something to get rid of the pain. سيعطيك شيء ما أو علاج ما بمعنى مقصود to get rid of the pain لتتخلص من الألم. Get rid of يتخلص من the pain الألم. I'm sure you'll be happy after that. I'm sure أنا متأكد you'll be happy after that. سوف تكون سعيدا أو مرتاحا بعد ذلك. Happy سعيد فرح لكن بمعنى مقصود أو في السياق في المعنى في السياق تعني ستكون مرتاحا بعد ذلك. مرتاح إنه راح الألم. I'll be happy you'll be happy after that. ستكون مرتاحا بعد ذلك. If you don't go to the dentist, the pain will continue. If you don't go to the dentist, إذا لم تذهب إلى الطبيب طبيب الأسنان, the pain will continue. الألم سوف يستمر. Boy. Okay, mom. حسنا يا أمي. If I feel pain at the surgery, please help me. If I feel pain, إذا شعرت بالألم. لاحظوا أن pain تعني ألم, متألم, يتألم. ثلاث معاني, صفة وفعل واسم. بس صفة قليلة اللي ممكن نستخدم معها صفة in pain. وشرحت لكم إياها تحت المفردات. In pain متألما. If I feel pain إذا تألمت إذا شعرت بالألم at the surgery في عملية. طبعا surgery عملية اسم كبير بالنسبة لعملية تنظيف الأسنان لكن هي تعني عملية تنظيف الأسنان, لكن surgery بصفة عامة تعني جراحة أو عملية جراحية. وشرحت لكم هذه المفردات الحين راح ندخل فيها. If I feel pain at the surgery إذا شعرت في الألم أثناء أو خلال عملية التفضيل أو في عملية التنظيف, please help me, من فضلك ساعديني. Mother, I will هي نفسها I will بين قوسين I will stand by you until the pain is over. I will stand by you. سوف أقف بجانبك. By you stand تعني يقف يساند وأحيانا تعني يدعم. Until the pain is over تعني حتى ينتهي الألم. Over يعني نهاية. Until the pain is over حتى ينتهي الألم. ندخل في المفردات. Vocabulary المفردات. Vocabularies تعني المفردات. أول مفرد معانا hurt أو hurting. الاثنين يحملون نفس المعنى. Hurt hurting أذى يؤذي, لكن hurting أحيانا تعني مؤذي, صفة تعني مؤذن. Hurt hurting أذى يؤذي, الثنتين معناها أذى أو يؤذي فعل أو اسم. لكن في hurting أحيانا تعني صفة مؤذي أو hurtingly بشكل مؤذي. Adverb ظرف. Drink يشرب. Pain ألم يتألم. In pain متألما. Feel يشعر. Think يظن يعتقد يفكر. Have got تعني يحتاج أن مضطر أن. Stand يقف أو يساند وأحيانا تعني يدعم. I stand with you أو I stand by you سوف أقف معك سوف أساندك سوف أدعمك يعني هذا. Give تعني يعطي. Get rid of أو بالأمريكان ساوند ممكن نقول ما نقول get rid of يعني الأمريكان جو أمريكي يقول لك get rid of يقول لك get rid of لا يقول لك get rid of red حرف الـ ألف بلفظ كذا ثقيل شوية وغير متقطع زي اللغة العربية زي كذا. Get rid of يتخلص من مصطلح. Be scared يذعر يخاف يرتعب مصطلح أيضا. Should
should حرف ال silent هو يجب معناها يجب للواجب والنصيحة. هو صيغتها فعل مساعد تحديدا من المودلز فيرب وشرحناها في فيديو سابق. أما continue تعني يستمر أو استمرار أو مستمر. dentist طبيب أسنان. happy فرح سعيد أو في السياق معناها مرتاح. تمام، في السياق معناها مرتاح، انه ارتاح بعد عملية التنظيف او بعد علاج عند طبيب. surgery زي ما كلمتكم، surgery تعني جراحة او عملية، لكن في سياق هذه المحادثة تعني عملية التنظيف في السن او في الفم بصفة عامة، في الفم ضروس اسنان بصفة عامة يعني الفم. sharp تعني حاد او تمام، في تمام الساعة العاشرة at sharp at nine o'clock sharp at nine sharp clock او at nine o'clock sharp في تمام الساعة التاسعة. sharp تعني في تمام الساعة او في كصفة تعني حاد، ألم حاد. something تعني شيئا ما او عكسها بعض الشيء. تمام، شيئا ما او بعض الشيء. واخيرا او ما قبل الاخير will سوف، هي فعل مساعد. will هي سوف، صيغه فعل مساعد تحديدا modal verb، وتاتي احيانا بمعنى هل. اكتب لكم اياها هنا. هل في بداية الجملة تعني هل، حتى should تعني هل في بداية الجملة. هل يجب تعني في بداية الجملة، هذه هي should شرحناها تعني في بداية الجملة انها فعل مساعد، في بداية الجملة تجيب السؤال فبتعني معنى هل يجب في بداية السؤال. اتمنى يكون شرحي وافي. في اهم كلمة في هذه الدرس خليتها اخر كلمة، طب الاسنان. dentistry تعني طب الاسنان. كذا وصلنا نهاية الفيديو، اتمنى يكون هذا الفيديو فاكم اعجابكم، اتمنى يعجبكم، ما تحرمونا من لايك شير سبسكرايب اشتراك في القناة، التعليق في هذا الفيديو يوصلنا جميع الفائدة، يوصلكم اللي تعم الفائدة على الجميع، وحسب طلباتكم ما شو الفيديوهات المرغوبة بالنسبة لكم تبغوا تشوفوها، يعني مثلا افعال شاذة، افعال مركبة، محادثة عن قصة محادثة معينة بتخصص او مجال معين انتبهوا. طبعا لا تنسوا لايك تحفيز لهذا الفيديو، وايضا اشتراك القناة، ضغط على زر الجرس، تفعيل التنبيهات زي ما شرحتكم مرة، ضغط زر الجرس، send me all notifications او نقول يسجل مع تبادل القناة. صح موافق، هنا صح موافق تحت، تفعل التنبيهات كبير. بعد كذا لايك في تحفيز الفيديو وتعليق رسلنا آراءكم ومشاركة لها جميع وتعم الفائدة، وأتمنى أنكم ما تغوت عليكم هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.